ماذا يا أمي؟ المصاب يا دكتور أتعبني لكثرة ما طرح من أسئلة حول الأستاذ أسامة. أنا؟ نعم، ويريد أن يراك على انفراد. هذه بادرة تبشر بالخير، ربما تذكرني. ربما، ما يدري. سأذهب إليه. مهلا. ماذا؟ من المهم أن تذهب إليه، إنما بعد لحظات. أميمة. نعم. قولي له الأستاذ أسامة سينضم إليه بعد دقائق. ولكن لماذا؟ أريد أن نتفق على موقف نقفه منه. من غير المعقول أن أكون تحت تأثير أضغاث الأحلام، من غير المعقول. أنا في يقظة، أشعر بهذا، وأذكر كل شيء عما جرى لي، أذكر كل شيء. فما معنى هذا الذي يجري؟ أنا عبد المولى. أنا عبد المولى، زوج مليحة، مليحة زوجتي وحبيبتي وأم ابني ساري. مليحة، مليحة. سأصاب بالجنون إن استمر هذا. ثم يا سلام، يريدونني أن أكون المدعوة جواد. وابني ساري، ساري الذي أدخل الإصلاحية وهو بريء، بريء. ساري. وأخيرا تريد أن تتكلم ولا شك، واعترفت أني صديق عمرك. على العكس. يعني؟ ستتكلم أنت وأسمع أنا. وما الذي تريد أن تسمع؟ حكايتكم. حكايتنا هي أنت. لماذا تصرون على أنني جواد؟ جواد عبد القادر الزويد. هذا كلام يحتاج إلى مجنون ليقتنع به. لابد من لبس في الموقف كله. اسمي عبد المولى. تبدو جادا. كل الجد يا عزيزي. حسنا، يبدو لك حياة خاصة. من كل بد. حسنا يا صديقي، سهل الموقف واحكي لي عن ذلك. لي اسمي ولي أسرتي، ويسعدني أن أعود إلى أسرتي. وأي؟ في باب الدرب. في تلك المنطقة الريفية. الكل يعرفني هناك، وأيمكنك أن تسأل الحاج مدرك. حسنا. الآن من هو جواد الذي تتكلمون عنه؟ مبدئيا هو أنت. أنا عبد المولى، ولا أعرف أي شخص باسم جواد. جائز، ولكن ما رأيك لو قمنا بإجراء للتأكد؟ يكفي ما أقوله وما أقرره؟ اسمع، لدينا طريقة تساعدنا ولن تخسر شيئا. ماذا تقصد؟ سيقوم الطبيب
بإجراء تخطيط لرأسك. ماذا؟ اهدأ. لدينا شك حول فقدانك للذاكرة. ما هذا الكلام؟ هو الواقع. سنقوم بإجراء التأكد من سلامة دماغك ولكل حادث حديث. أرجو أن تتعاون معنا وسنجرب الاتصال بالحاج مدرك. ونرجو حضورك بالسرعة القصوى مع التكتم الشديد لمصلحة المدعو عبد المولى أسامة عبد الرحمن. من أسامة عبد الرحمن هذا؟ العنوان ترى ما الذي يجري؟ ما الذي تخفيه أمي؟ بارعة، هذا وقت انصرافك إلى المطالعة والدرس. سيعود جدك ولن يعجبه أن يراك تضيعين الوقت. جدي قد عاد. ورأيته؟ طبعا. كيف كان مزاجه؟ ليس على ما يرام. خير لنا أن نغادر إلى الحديقة لإطعام البط. وهذا من المستحيلات. وكيف؟ طلب مني جدي إبلاغك بأن تظلي مستعدة، يريد أن يراك. بارعة، هل ذكرت له حكاية ذهابي إلى المستشفى؟ لا أبداً، لن أفعل. مكتب الأستاذ أسامة. أجل، تفضل. السلام عليك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. خدمة. أنا الحاج مدرك، وصلتني منكم. أهلاً 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 يا حاج. أهلاً أهلاً، تفضل. أهلاً بك يا أخي. أهلاً وسهلاً. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في رسالتكم أن مسألة هامة تتعلق بعبد المولى. الواقع المدعو عبد المولى ذكر اسمك. هل هو في خطر؟ ما الحكاية؟ اطمئن اطمئن اطمئن، إنه بخير. تكلمني وكأن شيئا ما قد أصابه. اطمئن يا حاج، إنه بألف خير. أريد أن أفهم، لعله في مأزق جديد. هل كان في مأزق سابق؟ لا، ليس بالمعنى الصحيح يا حاج مدرك. من هو عبد المولى؟ أرسلت في طلبي من باب الدرب إلى هنا
لتطرح علي هذا السؤال فقط؟ هو ليس بالقليل، ولو عرفت الحكاية لهان عليك السؤال. فهمني بالله عليك. أرجوك يا حاج، سنتحمل إقامتك لدينا في المدينة وحتى تنتهي هذه الحكاية. وهل المسألة تقتضي أن أقيم أنا هنا في المدينة؟ ربما اليوم أو يومين. تفضل الحكاية. الحكاية منك أنت، وأنا مصر على قيامك بتقديم كل ما يعني عبد المولى. فهمني لماذا؟ بعض التعاون منك، وستجد مني كل صراحة وكل تفاهم. من جديد، من هو عبد المولى؟ صدقا، هل هو بخير؟ اطمئن، إنه بألف خير إن شاء الله. عبد المولى رجل فقير، عامل بناء، ومريض. ماذا؟ مريض. مريض؟ ما به؟ ما مرضه؟ ما الذي به؟ يعاني من قلبه وشرايينه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن أستطيع الاطمئنان إليك. يا سلام، بدت منك لهفة صادقة على عبد المولى. لا شك أنك صديق صدوق له، ومحب أيضا ولا شك. على كل حال، هو في المستشفى الآن. يجب أن أراه. ليس الآن، ليس الآن، أنا موجب للعجلة. دعنا نكمل ما بدأناه يا حاج. على كل حال، تعلمين جيدا أن بيننا موضوعا يجعلنا في ارتباط دائم. أعني بارعة حفيدتي. وابنتي يا عمي. ابنتنا جميعا. المهم يا عمي، المهم أنه ليس من حقك الإفراط في التساهل معها. حاضر. ما معنى ذلك؟ معناه أني أقول سمعا وطاعة دون نقاش. وهل كنت تريد يا عمي أن أعترض وأخالفك الرأي؟ اكتمال، تعودت منك النقاش المرير والعناد. ما الذي بدلك؟ لا شيء أبدا، هو اعتراف مني بما لك من حقوق علينا. أنت تأمر ونحن نطيع. ولكن ماذا يا عمي؟ أوامرك مطاع؟ الامتحانات الجامعية على الأبواب، أريد من بارعة مجموعا يجعلها مؤهلة لكلية الطب. إن شاء الله يا عمي. لابد من أمر بدلك يا اكتمال، لابد. أنا في حالة قلق، وأنت وحدك تستطيعين تهدئتي. وماذا أملك غير أن أدعوك إلى الاطمئنان؟ أنت بين أناس همهم الوحيد العمل على شفائك. هذا أمر جيد. لعلك هدأت الآن. ليس بعد. أريد معرفة حكاية ذلك الشيء الذي تكلم عنه. عن أي شيء تتحدث؟ التخطيط،
يريدون تخطيطا لرأسي، هل من سبب يدعو إلى ذلك؟ التدبير الطبي لسلامتك والاطمئنان عليك، هذا كل شيء. أيمكنك توضيح هذا؟ وهل الأمر بحاجة إلى توضيح؟ نعم، أريد منك أن تشرحي لي كل شيء. الكلام عن رأسي أنا والأمر يخصني أنا، ما قولك في التخطيط؟ يجرونه عادة للتأكد من سلامة الرأس والدماغ. كيف؟ أريد أن أفهم. يفتشون عن شيء ما أصاب الجمجمة والدماغ، شرخ، كسر في عظام الجمجمة، ارتجاج في الدماغ، مشروع نزيف، أي شيء من هذا القبيل. أنت ممرضة طيبة القلب ولا شك. هناك مؤامرة تجري يا عبد المولى، فكن على حذر. يا أستاذ أسامة، 5 دقائق فقط أمنحك إياها لتتيح لي فرصة أن أرى عبد المولى وأعرف ما به، وإلا فأنا أنسحب. يا حاج، لن تستدرجني إلى كلام تمليه علي. الحكاية أكبر من هذا بكثير يا حاج. ها أنت تقدم لي سببا أكبر للتمسك بموقفي. حسنا، اسمع يا أخي، الوقت يمر فتفضل. خلاصة الموقف يا حاج، أنه بتاريخ أول أمس نقل جريح إلى مستشفى الدكتور فهمي، قد صدمته سيارة. يا إلهي، هذا كل شيء. أنت سليم إلا من بعض الردود البسيطة التي لا خطر منها على الإطلاق. ولماذا تبقون علي هنا؟ للسبب الذي تعرفه. أنا لا أعلم شيئا، أنتم تتكلمون عن أشياء أنا بعيد عنها كل البعد. تقولون إن اسمي جواد. لابد وأنه اسمه. أبدا، اسمي عبد المولى. أمر مضحك أن تعرف اسمي أكثر مما أعرفه أنا. ولم لا؟ ثم أنتم تريدون إجراء تخطيط لرأسي؟ لماذا؟ نشتبه أن شيئا ما أصاب ذاكرتك، نريد أن نتأكد. ذاكرتي؟ ماذا تقصد؟ نحن نظن ونعتقد أن شيئا ما أفقدك الذاكرة، لذا تصر على أنك عبد المولى، في حين أننا على يقين من أنك الأستاذ الكبير جواد الزوايد. أعد ما قلت. الأستاذ جواد الزوايد. قلت الكبير. نعم، ولا شك أنك الأستاذ الكبير، فهل يؤذيك أن نقوم بعمل طيب ونعيد إليك شخصيتك ومركزك وعائلتك؟ اسمع، بالمناسبة لك ابنة في غاية الرقة والجمال. لي ابنة؟ نعم، اسمها بارعة.
أعجبتك الفكرة؟ أنا مع فكرة أخرى. ساري، ساري. سيكون سليما ومعافى بإذن الله عندما آخذك إليه وتراه بأم عينك. أريد ذلك حالا. نتفاهم أولا. حول ماذا؟ حول شخصية عبد الموت. تكلمنا في هذا سابقا يا أستاذ أسامة. ليس بعد، ليس بعد يا حاج. لدي لك مفاجأة أرجو أن تراها. حسنا. هل هذا هو صاحبك؟ بدون شك، ولكن كيف صار إلى هذه الأبهة وهذه الملامح وهذه الوجاهة؟ كيف؟ هنا المشكلة. صاحب الصورة اسمه جواد الزوادي. انتظر منك كلاما يا حاج. أعتقد أنه حان دوري يا أستاذ أسامة. تفضل. المفاجأة صارت من عندي وليست من عندك. مفاجأة؟ أعتقد أني علمت أنك تحب المفاجآت. كيف وأنا صحفي؟ نعم هذا صحيح، أنتم دائما وراء الخبر المفاجئ. أنا في انتظار مفاجآتك يا حاج. يا سلام، كنت أعلم أنه سيأتي يوم تستقيم فيه الأمور كما يجب. يا حاج، أين المفاجأة الموعودة يا حاج؟ المفاجأة يا عزيزي الأستاذ هي الحكاية الكاملة عن عبد المولى. تصر على أن اسمه عبد المولى؟ مرحلة فقط، عندما تعرف حكايته يكون لكل حادث حديث. نعم، تفضل بالتفاصيل، أنا معك يا حاج. إيه ما أقصر العمر، بلحظات يعود الإنسان إلى الوراء لعشر سنوات أو أكثر. أغمض عينيك لمراحل، فيمر شريط عمرك لمدة عشر سنوات. سبحان الله، ما هذه الذاكرة التي أنعم الله بها على الإنسان؟ نتكلم في موضوعنا يا حاج. منذ عشر سنوات يوم التقيت عبد المولى لأول مرة، كان الربيع في أيامه الأولى، كنت عائدا إلى دكاني في الساعة. يا حاج، يا حاج. ماذا يا راضي؟ الحمد لله، كنت أبحث عمن يقف بجانبي، تعال وساعدني يا حاج. ما الحكاية يا راضي؟ وقع حادث. حادث؟ أين؟ هنا في الجوار، الرجل ما زال حيا ولكنه ينزف دما. هل نخطر الشرطة يا حاج؟ من الواجب أن نخطر الشرطة، إنما عندنا أولوية، يجب إنقاذه أولا وبعد ذلك نخبر الشرطة. أرجوك هيا ساعدني يا حاج. حسنا حسنا يا راضي.
به ومعالجته. أكمل. ثم حملناه إلى مخفر الشرطة في باب الدرب. أما أنا فمجرد شاهد لا أكثر ولا أقل، شاهد فقط. تبدو وكأنك تدافع عن نفسك يا راضي. ولم لا؟ ولكننا لم نتهمك بشيء. إذن يمكنني أن أذهب لأهتم بدكاني، وأظن أن وجود الحاج مدرك يكفي. وكأنه في عالم آخر. نسأله ولا يجيب. لا أوراق ثبوتية معه، لا أموال. لعله غريب. هو غريب عن المنطقة ولا شك. والذي تقترحه يا حاج؟ لقد أكد لي طبيب الوحدة الصحية أن لا خطر على حياته، وأنه أصيب بآلة حادة على رأسه. مجمل القول ودائما على رأي الطبيب، الجرح في رأسه سطحي. ولماذا هذا الجمود الذي نراه؟ لا أدري، إنما طالما أنه لا خطر على حياته ولا يتكلم، ما علينا إلا أن ننشر له صورة في الصحف. فكرة جيدة يا حاج. ربما أو لا بد أن نجد له أهلاً أو أقرباء. بالتأكيد، بالتأكيد يمكنك تنفيذ فكرتك هذه، وأنا بدوري سأنشط للتحريات وبكتابة تقرير بالواقع. تركتك بعافية يا حاج مدرك. مطلوب منك أن تضعني بصورة ما يستجد باستمرار. حاضر. السلام عليك. وعليك السلام يا حاج. نعم يا أخ عباس. إلى أين؟ إلى مكتبتي. والرجل؟ ما الذي تعنيه؟ هل خطر في بالك أن أضعه في الزنزانة مثلا؟ لا بالطبع. إذن اجعله في ضيافتك حتى ينجلي أمره. ليكون في ضيافتي إلى حين السؤال عنه. وماذا بعد يا حاج؟ كانت نظراته زائغة، وكان ينظر دائما إلى المجهول وكأنه غير موجود. لابد وأنه جائع. على كل حال، المسؤول في دائرة الشرطة أمر أن يكون في ضيافتي. سيبقى معنا لعدة أيام فقط وينام في غرفتي. ترى أي شيء أصابه يا خالد؟ اعتداء غادر، ضرب بآلة حادة على رأسه. لربما كان الجرح نتيجة وقوعه وتعثره. لا لا، الشرطي عباس خبير في مثل هذه الأمور، وكان رأيه كرأي الطبيب تماما، الضرب بآلة حادة. أين أنا؟
أين أنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذكر الله يا ولدي، اذكر الله يا ولدي. الحمد لله، الحمد لله. أين أنا؟ أنت هنا في بيتي، في مكان آمن. أنا عمك الحاج مدرك الكتبي. أنت عمي؟ من باب المودة فقط. ولكن الحمد لله أننا سمعنا صوتك يا ولدي. هذه ابنة أختي مليحة. هي تعيش معي منذ وفاة أبويها. لماذا تذكر لي كل هذا؟ أنا لا يهمني أي شيء مما تقول. حسناً، كلمني بالذي يهمك. يهمني أن سأكلمك باختصار. وجدناك ملقا في العراء، وهذا الجرح في رأسك،